مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في اولى حلقات برنامجكم برنامج العياده. برنامج العياده ان شاء الله هيكون واحد من البرامج الطبيه اللي بتهتم بكل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب. زي ما انتم عارفين انه كل يوم بيكون في ابحاث جديده، بيكون في دراسات علميه حديثه في مجال الطب. في برنامج العياده كل مهمتنا اننا نساعدك ان انت توصل لمعلومه طبيه جيدة وصحيحة. يهمني في النهاية أنه مشاهدتك لهذا البرنامج تنمي عندك الوعي الطبي، الوعي الطبي في عدم الإصابة بالمرض، الوعي الطبي في قدرتك على اختيار الإجراء المناسب بالنسبة لك، الوعي الطبي في أن أنت تقدر تفرق ما بين ما هو صحيح وما هو خاطئ. مش بس كده، هنساعدك كمان إن شاء الله أن نقول لك إيه هي أهم الفحوصات والتقارير الطبية اللي أنت لازم تعملها كل سنة عشان تطمن على صحتك. كمان العادات الخاطئة اللي كتير من الناس بيعملها في حياته وما عندوش علم أو وعي بيها، واللي ممكن تكون بتسبب مشاكل كبيرة سواء في طريقة الأكل والشرب أو في طريقة الحركة أو في طريقة القعدة أو في التعاملات الحياتية اليومية اللي بقينا معتادين عليها. خليني أقول لكم إنه ان انت تمسك الموبايل بتاعك لفتره طويله في اليوم ده بيأثر على الرؤيه بتاعتك وبيأثر على الجهاز العصبي بشكل كامل، فبالتالي بيأثر على مشاكل كبيره جدا مش بس عضويه، عضويه ونفسيه للكبار وللاطفال ايضا. كمان القعده الغلط والحركه الغلط وان انت تشيل حاجه تقيله او ان انت تشعر بالام في العظم اللي كتير من الناس بيشعر بيها، دي برضو في بعض الأحيان بتكون واحدة من المشكلات اللي بتسببها عدم الوعي الكافي. كمان واحدة من أخطر الحاجات اللي بتعمل لك مشكلات وهي السمنة، زيادة الوزن، ارتفاع الوزن، معدل البي ام اي أو كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم لما بيكون زيادة عن اللزوم بيعمل مشاكل. كمان الناس اللي تلاقي مش بس جسمه فيه مشكلة، تلاقي عنده ما يطلق عليه بالكرش، البطن، دي مش بس بيأثر على صحته بشكل عام، ده بيأثر على قدرته الجنسية، وبيأثر على علاقاته الشخصية، وبيأثر على شكل لبسه، وبيبقى شكله محرج لو نازل مصيف أو عايز يلبس لبس معين، ويقول لك لا أنا مش عاجبني ده، هو نفسه يلبسه، ولكن جسمه مش مساعده إنه يرتدي هذا اللبس. قبل ما نروح لتقرير عن مخاطر السمنة ونتكلم عن ازاي السمنة ممكن تبقى القاتل الصامت اللي ممكن تسبب الكثير من الامراض، اقول لكم النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجديد والمفيد في جراحات السمنة واحدث طرق التشخيص والعلاج وازاي اختار العملية المناسبة. هيكون معايا الضيف الكريم المتألق دائما وابدا الاستاذ الدكتور محمود علي، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة المفرطة بكلية الطب القصر العيني. خلينا نروح نشوف لهذا التقرير ونستقبل ضيفنا ونتكلم في هذا الموضوع بشكل أكبر تفصيلا. ما هو مرض السمنة؟ السمنة عبارة عن زيادة في نسبة دهون الجسم إلى درجة تؤدي إلى وقوع آثار سلبية على الصحة العامة، من ارتفاع ضغط الدم وصعوبات في التنفس أثناء النوم وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، ناهيك عن آلام المفاصل والنوع الثاني من السكر، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النفسية. تحدد السمنة عن طريق مؤشر كتلة الجسم، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 30 فهذا يدل على السمنة، وما قل عن 18.5 فهو أقل من الوزن الطبيعي. يجب أن يتراوح مؤشر الكتلة للوزن الطبيعي ما بين 18.5 إلى 24.9، وما زاد عنه بما لا يتجاوز 29.9 فهو مؤشر لمرحلة البدانة. إن كان مؤشر كتلة الجسم بين 30 إلى 34.9 فهو يعد من الدرجة الأولى من السمنة، وإن كان بين 35 إلى 39.9 فذلك مؤشر على السمنة من الدرجة الثانية. وأما ما زاد عن ذلك أي وصل إلى 40 وأكثر
فهو يعد من المرحلة الثالثة من السمنة. خيارات علاجية. الطرق الأولية والتقليدية في علاج السمنة تكون عبر اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة، وفي بعض الأحيان يمكن اللجوء إلى الدواء بمرافقة الحمية الغذائية والرياضة، مثل الأدوية التي تعمل على تقليل امتصاص الدهون من الطعام أو تعمل على تقليل الشهية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية من مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الجذور الحرة، فبالتالي تعمل على تسهيل عملية نزول الوزن. خيارة جراحية. في حال فشل الطرق التقليدية نلجأ إلى الطرق الجراحية التي تبدأ ببالون المعدة. تتم هذه العملية بتخدير موضعي، مما يمكن المريض من مغادرة المستشفى في نفس اليوم. أما الخيار الآخر فهو ربط المعدة. تتم هذه العملية بالمنظار الجراحي، مما يسهل المعافاة بعد العملية. وفي حال وجود أمراض صحية مثل السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم، فيتم اللجوء إلى قص المعدة الجزئي، أو ما يعرف بالتدبيس أو التكميم. أما في حالات السمنة المفرطة الحادة من المراحل المتقدمة، فيكون تحوير المسار هو الخيار الأنسب. أسباب السمنة والوقاية منها. المسبب الرئيسي للسمنة، أو ما يعادل 80-90% منها، يرجع لطبيعة الحياة وقلة الحركة التي تتسبب باختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تستهلك من جهة وبين التي يكتسبها الجسم من جهة أخرى. أما ما نسبته 10-20% يكون بسبب العوامل الوراثية أو لأسباب طبية أو لأمراض نفسية. ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم موضوع حلقة النهاردة. كنا شفنا تقرير دلوقتي عن جراحات السمنة أو مشكلة السمنة أو مرض السمنة اللي بيصيب كتير من الناس، وإصابته فيه مضاعفات كبيرة جدا بتصيب الشخص اللي عنده مرض السمنة. زي ما قلت لكم يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمود علي، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة المفرطة بكلية الطب القصر العيني. أهلا بك دكتور محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في بداية كده، زي ما احنا شفنا في التقرير انه جراحات السمنه هي بوابه لكثير من الامراض العضويه والنفسيه عند كثير من الاشخاص، ولكن قبل ما ادخل في موضوع حلقه النهارده عايز اسال حضرتك سؤال كده دايما كان يراودني كثيرا، في مش بس في جراحات السمنه، دايما بشوف انه معظم الاطباء في صفحاتهم وفي معاملاتهم بشكل عام ينزل صوره العيان قبل الجراحه وبعد الجراحه، وبيصور فيديو قبل العمليات وبعد دخول العمليات، لكن من خلال ملاحظتي لنشاط حضرتك لقيت انه لا ده مش موجود. ليه؟ والله الموضوع ده يعني خلينا نقول ان القصه دي طريقه تسويقيه لجذب المرضى عن طريق ان دي نتيجه شغلي. شوف المريض كان شكله ازاي قبل العمليه ووضعه بقى عامل ازاي بعد العمليه. يمكن الكلام ده مقبول في الجراحات التجميل من الناحية التسويقية، لكن في شغلنا احنا كجراحة عامة وجراحة مناظير وجراحات سمنة ما اقدرش اقول ان ده شيء مقبول قوي لأسباب كثيرة. اول حاجة ان انا بستخدم المريض كسلعة للترويج لجذب المرضى، وده شيء انا لا اقبله اخلاقيا وما اقبلوش على نفسي او حد من عيلتي ان هو يتم استخدامي ك سلعة ترويجية مش أكتر من حتى كده. لو بموافقة المريض لأنه هو في ميثاق أخلاقي غير مكتوب بيني وبين المريض إن أنا هو لجأ لي لحل مشكلة صحية عنده، في خصوصية للمريض، في حفاظ على سرية المعلومات اللي هو بيمدني بيها في الغرفة الملاقة اللي هي العيادة، والمعلومات دي ما ينفعش تخرج بره العياده حتى هو لو وافق. انا الميثاق الاخلاقي واخلاقياتي لا تسمح لي باستخدام ده، بس خلينا نقول ان هي وجهه نظر قد يستسغها البعض وقد يرفضها البعض، فما نقدرش نعيب على من يستخدمها بقدر ما ان احنا نقدر نتحكم في تصرفاتنا. الحاجه الثانيه اللي بتخليني كجراح جراحه عامه وجراحه مناظير وسمنه
ارفض استخدام القصه دي وشكل المريض كان ازاي قبل العمليه وازاي بعد العمليه، لان هو بقى من المسلم بيه ان عمليات جراحه السمنه اصبحت حل لمرض السمنه المفرطه. الناس اللي عندها زياده في الوزن. مرض السمنه المفرطه وزياده الوزن. فالعمليات دي نجاحها يؤدي الى تغيير شكل المريض. وده نجاح للعمليه اكتر ما هو نجاح للجراح. فهو دي النقطه الجوهريه اللي بتخليني دايما مش فاهم فين الفكره. ما هو احنا عندنا ملايين العيانين اتعمل لهم العمليه دي ونجحوا. فده مش نجاح يسند الى الجراح بقدر ما هو نجاح يسند الى نوعيه جراحات السمنه. لكن اللي بيفرق جراح عن جراح او نجاح الجراح ده في انه هو بيصل بمريضه الى بر الامان ولنتيجه الجراحه السليمه. يعني انت بتشوف انه النتيجه مش انه اجريت الجراحه وانه العين خس، النتيجه انه بعد ما بعد العمليه. يعني معلش يا دكتور خالد، زي ما تبني كوبري. الكوبري ده وظيفته انه هو العربيات تعدي عليه، فما ينفعش اصور لك العربيات واقول لك شايف النجاح العربيات بتعدي عليه. ما هو طبيعه الكوبري ان العربيات تعدي عليه، فلما اعمل عمليه طبيعي ان المريض ينزل في الوزن، لكن لما اخرج بيه لبر الامان بدون مضاعفات، لما ينزل في الوزن والامراض المصاحبه للسمنه المفرطه تتحسن، لما يستمر على الوضع ده وما يحصلش فشل في جراحه السمنه وزياده الوزن بعد فتره. هو ده اللي بيفرق، متابعه المريض، تحضير المريض بشكل كويس، اختيار العمليه المناسبه للمريض المناسب، ان انا اقعد مع العيان افهمه الوضع والغي بعض المفاهيم الخاطئه واصححها واديله المعلومات السليمه. انا شايف ان ده النجاح بالنسبه للجراح. وفي الاخر اتس ريليشن شيب ما بين العيان والطبيب، لا ينبغي ان تنبني على تحويله او تسليعه، يعني تحويله لسلعه. يعني انت بترفض فكره انه المريض يكون سلعه يتاجر بها بعد اجراء جراحه فقد فيها جزء من وزنه اللي فقده بسبب نجاح الجراحه. من وجهه نظرك بالزبط نفسها. بالزبط. طيب قبل ما نخش بس، انه ازاي اقيم ان انا هل عندي سمنه ولا انا عندي زياده في الوزن؟ ممكن بالطرق التقليديه عن طرق التغذيه العلاجيه، ازاي ممكن؟ خلينا ناخد اتصال تليفوني. ام عبد الرحمن اهلا بيكي. اهلا وعليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا ام عبد الرحمن. لو سمحت انا كنت عايزه اسال دكتور، انا دلوقتي انا عندي طفلين وتاني ولاده حصل لي فيها دوالي، بس مش دوالي حمل، هي دوالي ظهرت لي مع الحمل، والدكتور قال لي ده عيب خلقي بس ما ظهرش الا مع الحمل والولاده، وعايز عمليه. انا دلوقتي انا وزني كان حاجه و60، طبعا انا زدت لحد ما وصلت ل 81، وعندي 163 ده طولي. بس انا الدكتور قال لي لازم تخسي عشان موضوع العمليه بتاعت رجليا في التوالي، وفي نفس الوقت انا نفسي اخس عشان نفسي، بس المشكله ان احنا في بلد ارياف والكلام ده كله، فالدكتور منعني عن حاجات اشربها والبراشيم والادويه كلها بتاعت التخسيس دي ما ينفعش تاخديها اعشاب بس. فانا عايزه يعني الدكتور ينصحني بايه اعمله عشان انا حتى خست وانا حتى في البيت يعني. ماشي يا استاذه. ماشي يا عبد الرحمن، عندك اي استفسار ليها؟ هي قالت الوزن والطول، يمكن معامل كتله الجسم، وده نقطه هنتكلم فيها من خلال مسار الحلقه. يعني احنا بنبني. بشكرك يا ام عبد الرحمن، شكرا جزيلا لاتصالك. الدكتور محمود هيجاوبك اسماعيل من خلال شاشه التلفزيون. اتفضل يا دكتور. احنا بنبني الفكره الاوليه، طبعا يمكن دي احد المشاكل، ان احنا نقدر نقيم الموقف من خلال مكالمه تليفونيه او من خلال رساله على صفحه الفيسبوك او من خلال رساله على الواتساب. ده امر يعني مش مقبول بصوره كبيره. احنا بناخد معلومات اوليه فبندي راي مبدئي، ما بنقدرش نقول الحل النهائي للمشكله. لازم نقعد مع المريض نعرف ايه عاداته الغذائيه، ايه مشاكله، هل في مشاكل صحيه مصاحبه ولا لا، هل اخذ اي اجراءات قبل كده عشان ينزل وزنه ولا لا، تبع نظام غذائي، نظام رياضي، بركب بالونه، عمل عمليه قبل كده. كل الكلام ده بيبدا يديني انطباع كامل عن المريض، المريض ده يقدر يغير نمط حياته ولا لا. ويمكن هنيجي في الكلام ان المشكله الاساسيه هي نمط يعني الحياة. الافضل انه احنا دلوقتي هندي راي مبدئي من وجهه بشكل عام على الاتصال. كتله، معامل كتله الجسم هنحسبها هنلاقيها اقل من 35، فهي مش كانديديت او مش محتاجه اجراء جراحه سمنه، لكن هتتوجه لاقرب طبيب تغذيه وهتتابع معاه واتباع نظام غذائي معين او حمية غذائيه معينه والانتظام على تمارين رياضيه، هتحقق
نجاح كويس ان شاء الله جدا في نزول كمان الله. ممكن مشاهدينا في ارقام اسفل الشاشه لتقدروا تتواصلوا معنا بعد الحلقه مع مركز استاذ دكتور محمود علي، وهنساعدكم ان شاء الله باذن الله سواء بالتوجيه الصحيح لعلاج المشكله او تشرفونا في مركز الاستاذ دكتور محمود علي. لكن معنا اتصال تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اكلم الدكتور لو سمحت. دكتور مع حضرتك اتفضل. الله يا دكتور، انا بالنسبه لي القولون بتعالج منه، عندي التهابات في القولون، فالدكتور محولني على طب نفسي، ايه القصه بالظبط؟ يمكن ده خارج تخصصي شويه فمش هقدر افيد حضرتك. يعني هو كان عندك مشكله في القولون فالدكتور حولك على حد متخصص في الطب النفسي. تمام ماشي يا استاذ محمد. عندي التهابات، يعني عندك ايه؟ التهابات في القولون. التهابات في القولون تمام. يا عامل منظار وعامل الشعب الصبغه وكله تمام الحمد لله، بس عندي التهابات جامده في القولون، ده عامل لي انتفاخات وقلب في جسمي كده. ماشي يا استاذ محمد، شكرا جدا لاتصالك. الدكتور محمود هيجاوب عليك. هو بيقول ان هو عنده التهابات ومشاكل في القولون وتم تحويله لحد متخصص في الطب النفسي. يمكن ده مش في اطار تخصصي او لكن غالبا الموضوع له علاقه بالقولون التقرحي او قد يكون قولون عصبي. لكن ايه علاقه الطبيب النفسي بالموضوع انا ما اقدرش اجزم، لكن يمكن الطبيب اللي هو شايف ان هو ممكن يبقى الموضوع نفسيا اكتر يعني. نفسيا كويس. طيب خلينا بقى نشوف انه بعض الناس حتى هو رايح بيفكر كده، هل انا محتاج جراحه سن ولا انا محتاج اتبع نظام غذائي؟ يعني ايه هو الاختيار الافضل بالنسبه لي؟ احسبها ازاي؟ والله مبدئيا احنا بنعمل حاجه اسمها حساب معامل كتله الجسم. ويمكن المريضه لما اتكلمت وقالت الوزن انا كنت لسه هقول قولي الطول، لان احنا هي طولها 163. احنا بنحسب القصه بمعامل كتله الجسم مش بوزن بس او بطول بس. ومعامل كتلة الجسم دي حاجة متفق عليها عالميا، وبنقوم بقسمة الوزن بالكيلوغرام، يعني اللي هو حاجة وتمانين، يعني الوزن 71 مثلا، 71 خلينا في 100 كيلو عشان خاطر نوضحها للمرضى احسن. 100 كيلو وهنقول ان المريض ده طوله 2 متر فعشان هتكون واضحة جدا. بنقسم وزن المريض بالكيلوغرام على طوله بالمتر اللي هو مش 200 سنتي، هيبقى 2 متر على مربع الطول ده بالمتر. فهيبقى 100 على 2 في 2 اللي هو ب 4، يبقى 100 على 4 يبقى معامل كتلة المريض ده 25. احنا عندنا تقسيمه اللي هو من 19 ل 25 ده وزن طبيعي، 25 ل 30 زي ما اتقال في الانفو ده زياده وزن، 30 35 ده سمنه درجه اولى، 35 ل 40 ده سمنه درجه ثانيه، ثم اكثر من 40 ده سمنه مرضيه او سمنه مفرطه. لكن احنا عندنا مصطلح ثاني اللي هو الموربيد اوبيزيتي. الموربيد اوبيزيتي ده اللي هو السمنه المفرطه اللي بيصاحبها بعض الامراض، ويمكن في امراض كثيره جدا بتصاحب السمنه، قد يكون السمنه هي السبب الاساسي لحدوث المرض ده. طيب ايه الامراض اللي موجوده وامتى نعمل جراحه سمنه وامتى نتبع نظام غذائي؟ النهارده قبل ما نخش على الجزئيه دي، انا النهارده عرفت ان معامل كتله الجسم بتاعتي من 25 ل 30. تمام. هنا مش بحتاج الا جراحه. مش هنحتاج جراحة. هنا مش هنحتاج الى جراحه. هنا احتاج الى اتباع انظمه غذائيه تساعدني في ده. طيب من 25 ل 30 هنا انا كده عندي زياده في الوزن. ايه الاجراء اللي بتاخذه في هذه مش هحتاج جراحه برضه. مش هحتاج جراحه. يمكن السؤال عن الاجراء يمكن دي نقطه انا كنت مستني اجاوب عليها من زمان. احنا لما بنيجي نقول المريض ده محتاج كذا او مش محتاج كذا، ده مش بناء على الاختيارات الشخصيه للطبيب، او ان المريض ده جاي لعيادتي فمش همشيه ايده فاضيه فهختار له جراحه السمنه. لا، احنا محكومين بتوصيات عالميه وجايد لاينز بتقول ان من كذا لكذا نعمل له ده، من كذا لكذا نعمل له ده. يمكن في جراي زونز، مناطق رماديه كده ما نقدرش نحلف المريض ده محتاج ايه او المريض ده محتاج ايه، ودايما نقول ان اختيار الحل المناسب لكل مريض individualized، يعني لكل مريض الحل المناسب هو شخصي. يعني ما ينفعش كل مفيش الجولد ستاندرد في القصه دي. ما زالت جراحات السمنه في الاطوار الاوليه ليها مع انها ظهرت من فتره طويله، فاحنا ما نقدرش نحلف على حاجه لكل المرضى، ما فيش الجولد ستاندرد في قصه جراحات السمنه. في شيء ثابت. حضرتك قلت كده انا من 25 ل 30 اعمل ايه؟
25 ل 30 ده لايف ستايل موديفيكيشن. يمكن كلمه لايف ستايل موديفيكيشن او تغيير نمط الحياه دي كلمه هنلاقيها في كل الكاتيجوريز او الانماط بتاعه السمنه. تغيير نمط الحياه، ويمكن تغيير نمط الحياه لازم يبدا بتغيير الدماغ، الفكر لازم نفسه. نغير الدماغ. احنا معتبرين ان السمنه دي انا هروح اعمل لها العمليه هتحسن وخلص الموضوع على كده. 25 ل 30 ده ما قدموش اي حلول جراحيه. الحلول اللي عنده هي تغيير نمط الحياه بحيث ان هو يعيش حياه اكثر صحيه، يتناول اغذيه صحيه وبطريقه صحيه، تنظيم الوجبات، بينام كويس بالليل عدد ساعات معين، يمارس رياضه كفايه، سيدنتري لايف كفايه، اعاد لازم نبدا نحافظ بقى على يغير شكل حياته. يعني في بعض المرضى يقول لك انا بروح السوق. لا، هناك فارق ما بين الرياضه والمشوار اللي انت رايح فيه السوق، ان انت رايح تودي ابنك المدرسه او بتاع. لا، ده مشوار، ده اكتيفيتي، لكن ما هواش مش رياضه، نشاط معتاد عليه رياضي. هيؤدي الى حرق كالوريز ونزول كويس. وزن وتغيير شكل كويس. من 30 بقى ل 35. 30 ل 35 برضو ده جراي زون. ما نقدرش نقول الكفة مايلة ناحية ايه كويس. يمكن لو احنا قلنا ان هو هيحتاج راحة غلط، ولو احنا قلنا ان هو مش هيحتاج راحة ابدا ده غلط كويس. يمكن 30-35 هنلاقي الانسب ليه هو تغيير نمط الحياة. اذا فشل في تغييره بنلجأ الى تغيير نمط الحياة في الانقاص من الوزن. لازم نبدأ ندور ليه وزنه ما بينزلش، لان قد يكون هناك سبب معطل نزول الوزن ده. واحد يقول لك انا عامل دايت بقالي 10 سنين ما بنزلش ما بخسش، ففين المشكله؟ ما احنا لازم نبدا ندور. قد يكون في خمول في الغده الدرقيه، قد يكون في نقص فيتامين د، ما هو ده هيوقف لك. قد يكون ثقافه اليوم الفري. ثقافه اليوم الفري دي انت هتعمل بالانس الدايت. يوم الفري ده بنبوظ فيه يوم الفري، يوم الفري ده بناكل فيه اكل شهر تقريبا. بقول حاجه يعني بنبوظ فيه شهر دايت. الفكره مش يوم فري قد ما هو ان احنا بندور على بالانس الدايت. وانا طبعا مش هفتي كتير قوي في منطقه الدايت دي لان ده مش تخصصي، انا في الاخر جراح. فالناس النيوتريشنست، دكاتره التغذيه هم اللي هيقوموا بالنقطه دي. طيب هل هناك حلول تدخليه في 30 ل 35؟ زي ما قلت لحضرتك ده جراي زون شويه. كويس. احنا عندنا البالونه، ويمكن انا بالون المعده، بالون المعده يمكن انا مش من الناس اللي بتنصح ببالون المعده خالص، بس ده حل موجود ومعتمد دوليا. بالون المعده، ويمكن دلوقتي في كمان الجراحين دخلوا على الخط مع دكاتره المنظار المرن اللي هم دكاتره الباطنه بالكبسوله الذكيه، اللي هي فكره البالونه هي لكن ايه بقى موضوع الكبسوله الذكيه ده؟ الكبسوله الذكيه دي بالونه لكن سيلف انفلاتبل، يعني هي بتدخل كبسوله وبتدخل جوه المعده بتتنفخ وبتديسنتجريت، يعني بتتحلل لوحدها ما بتحتاجش منظار عشان تطلعها عشان تخرج. البالونه بتحتاج طبيب مناظير اللي هو مناظير جهاز هضمي مش منظار جراحي، يركبها بالمنظار وبعد 6 شهور يشيلها بالمنظار. وقد يحدث بعض المشاكل فيحتاج يشيلها بفتره قبل كده، لان المعده في الاخر في جواها جسم غريب، ده وضع غير طبيعي ووضع استثنائي قد لا تتأقلم معاها، فيحتاج المريض يعني ممكن ما تنفعش بالنسبه لكل العيانين، وممكن في مرضى بيتعبوا منها فبيحتاجوا يشلوها تاني. ويمكن كويس. ده عيب كبير قوي بقى في الكبسوله الذكيه، لان هي مش بتتشال، هي بتديسنتجريت او بتتحلل بعد 3 شهور او 6 شهور او 4 شهور حسب يكون الجسم وزنه نزل فيبدا. لكن احنا هنتساءل لو المريض ده معدته ما تقبلتش الكبسوله الذكيه هيكون ايه الحل؟ شكرا. انت بترى انه ما بتفضلهاش للمضاعفات اللي ممكن، عارف برضو المناوشات اللي ما بين الجراحين ودكاتره البطنه، فيعني فما تقبلهاش. طيب اذا قلنا انه في بقى الجراحات المعروفه اللي احنا بنسمعها، الجراحين الناس بتخاف منهم في العموم، يعني حقهم بيخافوا من الجراح. يبقى هو رايح لجراح كده وحاطط قلبه على ايده ويقول يا رب ما يقول لي جراح، ده معتاد في بعض الاحيان. ولكن اذا كان الشخص عنده معدل البي ام اي او كتله الجسم من 35 ل 40 او فوق ال 40، فاعتقد ان بيكون هنا الحل الافضل والامثل هو اجراء جراحات السمنه. يعني دعني اختلف معاك في طيب. الافضل برضو جراحات السمنه، هو الافضل لكل مريض هو كويس. تغيير نمط الحياه كويس. احنا فوق ال 50 معامل كتله جسم 50 احنا خلاص بقى سمنه مفرطه بزياده كويس. ما افتكرش ان تغيير نمط الحياه لوحده هيحل المشكله. لكن قبل كده احنا لازم نعرض على المريض
قصة تغيير نمط الحياة دي، ويمكن من المكتوب من دواعي إجراء جراحات السمنة فشل المريض في محاولات متكررة لإنقاص الوزن بشكل طبيعي، وبس لازم هم عندهم بره دوكيومنتيشن ان هو يكون مدون ان هو راح لدكتور تغذية وتابع معاه، ويمكن بره عندهم تيمز تيم ورك. بمعنى ايه؟ ان هو المريض مش بيروح لجراح وهو اللي يتابعه، او يروح لدكتور تغذيه وهو اللي يتابعه، عندهم التيم. يعني دكتور التغذيه مع دكتور الجراح مع المريض اللي بيسعى لاجراء جراحه سمنه بيتم اخضاعه لبرنامج زي برنامج تدريبي كده عشان يشوفوا هو هينفع مع جراحه السمنه دي ولا لا، لان قلت الموضوع مرهون بنجاح العمليه او بانجاح العمليه. فهو التيم ده مكون من دكتور تغذيه ودكتور سلوكيات اللي هو سايكوثيرابيست ودكتور باطني ودكتور جراحه ولا بد طبعا، وبيبداوا يشوفوا في الاخر ده دكتور الجراحه في الاخر، يعني اذا فشل كل المحاولات دكتور الجراحه خلاص يبقى تعالى بقى للجراح هيخلص. القصه كلها ان انا ببدا اشوف العيان ده ايه الانسب ليه، زي ما بقول لحضرتك اختيار العمليه الغير مناسبه للمريض قد تكون سبب لفشل جراحه السمنه. انا مش بعمل له جراحه عشان يبقى اسمي عملت له جراحه، او لان المريض عايز جراحه. الفرق ما بين نوع الجراحه بتاعتنا وجراحات التجميل ان انا بروح اعمل عمليه تجميل للعيان لانه عايز يخسس النقطه دي او عايز يعدل شكل النقطه في إنما مشكله معينه. جراحه عامه ليها دواعي، او جراحه السمنه دي جزء من جراحات المناظير ليها جزء من الجراحه العامه، فانا مش شغال بهوايا او بهوى العيان. انا بقول له والله انت الانسب ليك كذا، وفي الاوبشنز 1 2 3 كل واحده مميزاتها وعيوبها، لان مفيش جراحه ملهاش عيوب. لا ده انا هاجي شويه في حته العيوب في حته العيوب دي، ولكن قبل ما اتكلم عن مميزات وعيوب جراحات السمنة، اي حد في الدنيا عارف انه لاي اجراء له سايد افكت، له مشاكل او مضاعفات قد تكون قليله او تكون كبيره بناء على حجم الجراحه اللي بيجريها يعني. تمام. ولكن النهارده بنسمع عن اسماء كتيرة جدا جدا في مسألة جراحات السمنة، دباسة ذكية، تحويل المسار، الساسي، تكميم المعدة، يعني أسماء كتيرة جدا في النهاية كلها بتؤدي إلى أنه أو بتدخل تحت بند جراحات السمنة. أنا عشان مش عايز أتوه العيان، وهل دي أسماء تجارية ولا هذه أسماء طبية لإجراءات جراحية معتمدة من الممكن انه مريض ينفع له النوع ده ومريض ينفع له نوع اخر؟ حضرتك بتضرب في نقاط مهمه جدا طول. جدا يعني في الصميم. انا نفسي بتوه، يعني انا جراح ومدرس في كليه الطب، يعني بدرس الحاجات دي وبقوم بالتدريب. احنا قلنا نجيب اهل نسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني الطب المتطور في قصر عيني في جراحات السمنه، وبتوه ايه التكميم التغليفي وايه التكميم المعياري وايه التكميم مش عارف. احنا عندنا هي انواع معروفه. أيوة. عندنا تو كاتيجوريز كبار او ثلاثه كاتيجوريز كبار، اللي هم العمليات التقييديه اللي هي بتقلل كميه الاكل اللي يقدر ياكلها العيان، العمليات المبنيه على سوء الامتصاص، والعمليات الهجينه. العمليات المسؤوله او المبنيه على سوء الامتصاص بس دي زي اللي هو البيليو بنكرياتيك دايفرجن او التحويل البنكرياسي المراري، يمكن بتعمل الاوزان العاليه قوي ومش كتير قوي بنعملها. كويس. لكن التو كاتيجوريز الكبار اللي هم التقييديه والهجينه ما بين سوء الامتصاص والتقييديه، هم دول اكتر حاجه احنا بنعملهم. طيب ايه الانواع؟ هتلاقي التقييديه دي هم ثلاث عمليات ما فيش غيرهم. أيوة. اللي هم حزام المعدة، وده يعني بيختفي دلوقتي خلاص شبه اختفى تماما، وتكميم المعدة اللي بيتم فيه القص الطولي للمعدة واستئصال حوالي 80% من المعدة من حجم المعدة ويتبقى بس أنبوب على شكل كم كده بنسبة 20% من المعدة الطبيعية، والطي اللي هي بديل للمعدة، بديل أكثر أمانا وأرخص شوية، لكن ده محتاج مهارة وتكنيكاليتي عالية جدا من الجراح. يعني محتاج جراح اشتغل حالات كثيرة جدا، فبالتالي نسب نجاحه في اجراء هذه الجراحه بتكون عاليه، معتمده جدا على الجراح اكتر من اي حاجه تانية. والناحيه التانية هتلاقي العمليات المبنيه على التقييد مع سوء الامتصاص، اللي هم تحويل المسار المصغر والكلاسيكي، وفي حاليا الامرجنج الساسي داخل في السكه دي. كويس.
نيجي بقى هتلاقي بقى اسماء كتير جدا كده بتطلع بهدف تجاري ليس الا ليه ايه بقى عشان بس ايه احنا بنتكلم نقول للناس انه المكتوبه في الكتب ده اللي موجود في الكتاب المكتوبه في الاوراق اللي بره الكتاب بقى في الطب مبني على الدليل أيوة. دي الاسماء كويس. مفيش غيرها نيجي بقى هتلاقي واحد كاتب التكميم المغلف ايوه التكميم المغلف دي حاجه بنعملها من سنين اللي هي لما تيجي تساله ايه التكميم التغليفي ده هيقول لك انا باخد غرز على صف الدبابيس وبقلب جزء من جدار المعدة على صف الدبابيس عشان أقلل معدلات النزيف والتسريب احنا بنعملها من سنين ولكنه اسمه تجاري ده الروتين عشان بس لا ينخدع الكثير من الناس في الأسماء التجارية لجراحات السمنة يعني هو مش ويجري ورا وهم شوية مش خداع قد ما هو جذب يعني أنا اسم رنان كده في النص فبجيب العيان بيه كويس. التكميم المعياري ده يمكن التكميم المعياري ده ان احنا نحط بوجي او التيوب اللي احنا بنقص عليها عشان احنا زي الانبوبه كده نظبط مقاس المعده ما احنا ده اساسا ما ينفعش اعمل تكميم من غير ده فيعني اللي هو معروف من التكميم بالضروره زي ما بيقولوا يعني ليه حطينا الاسم ده لجذب المريض ليس الا كويس. فالاسماء التجاريه الرنانه دي احنا عايزين ببدا افكر استخدمها بقى عشان خاطر نجذب المرضى ناحيتنا الاوميجا لوب بدل التحويل المصغر هي في النهايه اسماء ولكن احنا قلنا هي الاسماء المعتمده الانواع المعتمده الانواع المعتمده طب ايه الفرق ما بين التكميم والطي يعني الفرق في ايه تحديدا الفرق طريقه العمل واحده اللي هم من نوع التقييدي ميزاتهم تقريبا واحده وعيوبهم تقريبا واحده لكن في شويه فروقات كده اولا إيه؟ احنا في مصر عندنا جزء التكلفه ده جزء مهم جدا كويس. ولما بتيجي تقعد تختار مع العيان نوع العمليه والمستشفى اللي هنعمل فيها وهنستخدم جهاز تسكين الالم بعد العمليه ولا لا وهنستخدم تقعد تفاصل مع العيان كده عشان خاطر توصل لتكلفه تناسب العيان تمام فالجزء المادي ده جزء مهم جدا عشان كده ظهرت الطي في البلاد زي ايران مثلا تاليبور ده عمل الطي كبديل اكثر امانا واقل تكلفه لتكميم المعده تكميم المعده احنا بنستخدم دباسات جراحيه لقص المعده هي بترمي ثلاث صفوف دبابيس في كل ناحيه وبتقص ما بينهم بحيث ان الجزء المتبقي ده يبقى متدبس على ثلاث مراحل فيكون الموضوع في امان وما تفتحش لان واحده من المشاكل التسريب هنيجي التسريب ودي نايت مير او اللي بيسموه الكابوس للجراح والمريض وده وارد الحدوث ضعيف نسبه حدوثه لكن وارد الحدوث فاحنا عشان يروح ناحيه حته مور سيف قال احنا هنستخدم الغرز الجراحيه عشان خاطر نقلل حجم المعده نوصل بحجم المعده لنفس الحجم اللي هو بعد التكميم لكن من غير ما استخدم دباسات ولا اقص حاجه ولا اشيل اي حاجه خالص وكله في مكانه لكن انا دككت وكشكشت جدار المعده ودككته للداخل بحيث ان انا قللت الحجم اللي شغال من او المساحه مساحه السطح اللي شغاله من المعده قللتها ووصلت الحجم الانبوبه تقريبا زي التكميم ومن غير ما اقص حاجه وتكلفه اقل وتكلفة أقل لأن أنا ما بستخدمش دبابيس ولا دباسة لكن بستخدم جهاز كي عشان خاطر أفصل أفصل الأوعية الدموية المغذية للمعدة لكن ما استخدمتش الدباسات الدباسات دي اللي هي تقريبا الجزء الكبير في التكلفة وإنه الجراح يختار دباسات مش جودتها كويسة أعتقد إنه ده بيؤثر في سير الجراحة حضرتك فعلا بتضرب في النقاط المهمة يمكن دلوقتي ظهر في قصة التكميم أيوه قصه الاسعار بتنزل جدا ايوه فانت لما بتنزل على رقم معين انت كجراح بتبدا تقلق وتتساءل عملها ازاي يعني وانت قاعد كده عملها ازاي ملهاش غير حل واحد كويس احنا عندنا نوعين شركتين كبار اللي هم الدباسات الامريكي دول شركتين كبار معروفين يعني قبل ما نتكلم عن الشركتين اللي بتشتغل الدباسات وانه ازاي الجراح ممكن يختار نوع دباسات يأذي بيه المريض عشان بس يديله تكلفه اقل خلينا ناخد صوت تليفون استاذ عصام اهلا بيك. السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك اتفضل. انا ازيك يا فندم البرنامج الجميل ده فيه ثقافه صحيه عاليه وتوعيه يعني للناس كلها. شكرا ليك استاذ عصام. انا ليا سؤال بس بسأل حضرتك للدكتور يعني انا السؤال ده منه خايف لا اكون مطمن حضرتك الموضوع السمنه عندي مركزه شويه من ناحيه الثدي شويه يعني انا حاولت اروح جيم وكتير وانا سني 52 سنه فحضرتك يعني موضوع شفط الدهون اللي هو بتاع الثدي ده وهل ليه مخاطر او اول او ليه علاج مثلا يا فندم وصل للطب حديث بدون اي عمليات جراحيه وموضوع الكرش عندي برضو مش عارف انا يعني بمشي كتير جدا
وزن حضرتك وطولك كام يا فندم؟ برضه موضوع الثدي استاذ عصام، الوزن وطول حضرتك كام يا استاذ عصام؟ نعم فندم؟ الوزن والطول كام؟ الوزن حضرتك بعد رمضان، 120 كيلو، انا كنت قبل كده 115. والطول يا فندم؟ الطول 188 سم. 188، هنحتاج نحسب معامل كتله الجسم مبدئيا. تمام. لان في اي امراض، في اي مشاكل مصاحبه لحضرتك ولا مفيش؟ لا حضرتك هو يعني كان بس حاجه لا ثانويه، الحمد لله والشكر لله موضوع الكورونا عدينا منه في 15 يوم وخلاص يعني. لكن مفيش ضغط ولا سكر ولا مفيش ضغط، مفيش سكر، مفيش مشاكل. الحمد لله. لا انا بتابع اول باول، هي حته بس يا دكتور الوزن عندي، انا جايب ميزان دشه، هو بس مشكله كده الوزن، عايز انزل في الوزن بطريقه صح يعني، لان بمارس رياضه بطريقه، انا بمشي بطريقه جامده جدا، بس برضه دكتور مش بنزل بسرعه. طيب حضرتك يعني بتتابع نظام غذائي معين ولا مجرد ماشي بس؟ نعم فندم. في نظام غذائي بتتبعه ولا لا؟ هو حضرتك صراحة أنا بعمل إيه؟ لو كلت أكل مثلا عالية بستنى، لو غدا مثلا بقعد عليه ثاني يوم بالليل ما زبادي، ما أقدرش يعني، عيب إن أنا وقفة الغدا ممكن باكل فيها كبيرة بنسبة كبيرة. كويس. يعني بقى بالليل شاي أو حاجة أو زبادي بس. يعني ما بتتبعش نظام غذائي، بتتبع نظام غذائي أنت حاطه لنفسك مش تحت إشراف طبي، مظبوط كده؟ ما دكتور انا بس حضرتك ايه غلط الشاي يا دكتور، هنتجه ده. تمام. الدكتور محمود هيرد على حضرتك يا استاذ عصام، وممكن تسيب لنا رقم حضرتك في الكنترول والفريق الطبي يتواصل معاك بعد الحلقه باذن الله تعالى. شكرا لاتصالك جدا يا استاذ عصام. هو دلوقتي عنده وزنه 120 كيلو، طوله 188، عنده مشكله التثدي، ولكن يعني بيحاول ان هو يتبع نظام غذائي مع نفسه بدون اشراف طبي، ولكن لسه ما نزلش يعني. هو احنا لازم نفرق بين تو كاتيجوريز كبار، السمنه المفرطه والسمنه الموضعيه. هو عنده نوع من السمنه الموضعيه مع زياده في الوزن، فهو في جراي زون من الجراي زونز اللي احنا بنقول عليه. السمنه الموضعيه غالبا ما يكون حلها موضعي عن طريق جراحات التجميل، سواء بقى عن طريق الشافت او الفيزر او الحاجات اللي هم بيستخدموها، او حتى جراحيا، بس هم دلوقتي ما بيلجوش قوي للحل الجراحي للتثدي، لانه في نفس الوقت قال في عندي مشكله ثانيه في الكرش، فاحنا لازم نتاكد. هو معامل كتله الجسم عنده 34، فهو قريب قوي من قصه جراحات السمنه الاولى، من درجه السمنه الاولى، وقد ينفعه ان هو يستخدم بالونه، قد يحتاج الى عمل طي معده، قد يحتاج الى حل جراحي تجميلي بسيط جدا للمناطق اللي فيها مشكله اللي زي منطقه التثدي او منطقه فهو البطن. لازم مبدئيا لازم هنقابله فيزيكالي، نعرف فين المشكله، نشوفه حضرتك تقعد معاه، قلت لحضرتك اختيار الجراحه المناسبه 1-to-1 individualized، كل واحد ليه سكه. ممكن اجي اتكلم معاه ما يبقاش مشكلته في الشكل، مشكلته في الوزن، ركبه، مفاصله، ظهره، في عنده مشكله في النفس مثلا اثناء النوم، في مشكله كبيره بتحصل مع زياده الوزن اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم، فحس انه نفسي راح، نقعد نفصص القصه شويه. فمحتاج ان انت تقعد معاه تشوفه وتتكلم معاه، ومن هنا نقدر نحدد المشكله. المشكله ايه تحديدا بالظبط، والافضل والانسب ليها. بالظبط. نرجع مره ثانيه، الناس اللي بتحط اسعار قليله شويه لجراحات السمنه، ويجي بعد كده المريض يشتكي من انه هو المريض برضه معذور بيدور على سعره قليل ينزل بيه الوزن عشان شكله وصحته وما الى ذلك. ازاي بنلاقي فرق كبير جدا في السعر ما بين جراح وجراح اخر بنفس الجراحه؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا دلوقتي عندنا زي الدواء البراند نيم، الدواء الفلاني بكذا، وهتلاقي تلت سعره الدواء العلاني، يمكن مش في الدواء قوي القصه، لان الدواء بيخضع لتجارب اللي بعض المسائل العلاجيه، كل نوع فيه 12. انما احنا عندنا هم شركتين كبار المسيطرين على السوق، اللي هم شركتين امريكي، مش هقول الاسماء طبعا، لكن ليهم بدايل كويس، بدايل صيني لسه مش معترف بيها عالميا، لسه ما خضعتش للتجارب، يمكن هم دلوقتي في القصه بتاعت ان هم ياخدوا الاف دي ابروفل ويبداوا يدخلوا السوق رسمي يعني. لكن حتى هذا الحين احنا لسه عندنا الدباسات الصيني دي مش معترف بيها قوي، وبيحصل منها مشاكل. ويمكن انا في القصه دي لما بيجي لي حد من الشركات دي يقول لي هنستخدم الدباسات وامنه والورق والفلان، بقول له انا في اليوم اللي هقدر اطلع فيه من العمليات اقول للعيان انا عامل لك بدباسات صيني، انا هستخدم الدباسات بتاعتك، لكن مش هقول للعيان انا عامل لك بدباسه امريكي برقم كذا اللي هو اقل بكتير قوي من اللي احنا بنعمل بيه.
واطلع اقول له انا عامل لك دباسه امريكي وانا عامل دباسه صيني، which is خيانه للامانه، المصداقيه والامانه. انا مش هقول مصداقيه، هقول ان هي خيانه للامانه. خيانه للامانه ما بين الامانه، المريض استودع الطبيب ده جسمه اللي هو اغلى حاجه عنده، وفي الاخر انا خنت الامانه لمجرد شويه فلوس او ان انا اجذب عيانين اكتر بسعر اقل. بسعر اقل. وبعدين احنا زي ما حضرتك بتقول ان في بعض الاحيان المريض بيقعد يدور على سعره اقل. انت بتتعامل مع صحتك، بتتعامل مع عمليه هتاثر على مجرى حياتك، مضاعفاتها خطيره فعلا لو في حاله حصلت فشل، في حاله انه حصل تسريب، في حاله انه لم تنجح هذه الدباسات في انه تحافظ على الاجراء نفسه، لان الدباسه دي في منها احد العوامل اللي ممكن تكون متسببه في حدوث التسريب او نزيف الدباسه ونوع الدبابيس. فلو حصل ستيبل فيلير ان هو الدباسه دي فتحت فخلاص بقى جدار المعده مفتوح جوه البطن، خلاص بقى كل مقطوعات المعده دخلت جوه البطن فبقت مشكله كبيره. وانا زي ما اقول حاجة ده نايت مير، تعديل بقى ده كابوس كابوس للجراح والمساعد والتخدير والمريض نفسه كابوس للجميع. اللي هو التسريب ده، لان انا حاجه بتعتمد جدا على سرعة اكتشافها، وكل ما اكتشفناه بدري كل ما كان التعامل معاك بقى أحسن، وكل ما أنكرناش إن المريض ده عنده تسريب كل ما كان الوضع بقى أحسن. فأنا ما ينفعش أحط مريض تحت حاجة اللي هو فيكسد فاكتور، إن هو أقدر أتجنب الفاكتور ده، أقدر أشيله خلاص بإن أنا أستخدم دباسة كويسة وحالتها كويسة ومعروفة ولكن نتيجتها أفضل. ده مش ضمانة إن مش هيحصل تسريب، لكن انا بستبعد عامل كبير جدا من عوامل اللي ممكن تؤدي للتسريب. فليه انا ادخل المريض في الحاصل ده يعني كده. ليه كويس يعني هيدفع كام زياده يعني ما هو لو لا قدر الله حصل تسريب الفرق ما بيبقاش كبير، ولكن مكسبه كبير بالنسبه للدكتور. ارخص ارخص والله يعني هو لما هنعمل دباسات امريكي ارخص، لانه لو حصل تسريب حجز مستشفى تاني وعمليات تاني ودعامه ورعايه مركزه وحياه المريض في خطر ارخص. دكتور محمود، يعني كنت اتوقع انه وقت الحلقه يكون اطول من كده، لأنه انا كنت اتمنى لانه جراحات السمنه والجراحات بشكل عام وتغيير وعي وفكر المريض يحتاج الى ساعات من الوقت ومن الثقافه ومن المعلوماتيه الرائعه اللي خدناها من انا كنت عايز وقت الحلقه اطول عشان اقعد معاك اطول من حضرتك النهارده في هذه الحلقه. ان شاء الله هنكون مستمرين دائما وابدا في حلقات اخرى، ولكن خليني اختم الحلقة بتاعتي بالسؤال المعتاد لدى الكثير من الناس: هل جراحات السمنة آمنة تماما، ولا قد تحدث بعض المضاعفات اللي بعض الناس ما بتقولهاش؟ طيب خلينا نسمع المريض مش سريعا او معلش انت هتديني باقي دقيقتين لا ما هتديني حتة في القصة دي هنجور على البرنامج اللي بعدنا. احنا هنسمع المريض ما لا يحب الاستماع اليه وما لا يسمعه من الاطباء التانيين. للاسف ان احنا بنخفي عن المريض المضاعفات ونقول العمليه دي امنه 100% وما فيش مضاعفات وبتاع. ما فيش عمليه جراحيه في الفيلد كله الا وليها مضاعفات، ده تدخل في جسم الانسان في عوامل احنا بنتحكم فيها وعوامل لا نتحكم فيها، فازاي ما لهاش مضاعفات؟ فالجراح اللي بيقول ان ما فيش انا راجل زيرو مضاعفات وما عنديش مضاعفات والعمليه دي ما لهاش مضاعفات، ده راجل بيكذب على نفسه بيكذب على المريض قولا واحدا. يعني دي مضاعفات مكتوبه في كتب الطب اللي كاتبها اكبر جراحين في اكبر مستشفيات، فمش هنيجي احنا نقول العمليه دي ما لهاش مضاعفات. مضاعفات دي مش معناها ان هي هتحصل اكيد قد تحدث قد لا تحدث. نظريه الاسانسير اللي هو انا هطلع في الاسانسير الدور العاشر، انا بيتي في الدور العاشر فهركب الاسانسير، الاسانسير ده ممكن يعطل في اي وقت، ممكن يقع، ممكن احتمال ولكن احتمال ضعيف جدا احتمال ضعيف. وانا هركب الاسانسير لانه مضطر اطلع الدور العاشر، فانا هركب الاسانسير عشان اطلع الدور العاشر فانا مضطر. دي نفس الفكره. طب لو هطلع الدور الاول هاخد الريسك ده؟ لا يا ريت ما اخدوش، لان هو ممكن يعطل بيها برضه ويحصل فيه مشاكل وبتاع. فالخلاصه في نظريه الاسانسير دي ان الاسانسير ليه خطوره، بس انا هاخده هركب الاسانسير لما مش محتاج ان انا اركبه، لان محتاج اركب خطوره الأسانسير. ان انا ما اركبوش انا هعمل جراحه السمنه لما ابقى محتاج اعمل جراحات السمنه والمريض اللي محتاجه انديكيتد هيعمل جراحات السمنه وهيقبل بمضاعفاتها، لان هو محتاج ومزاياها بالنسبه له هتبقى اكتر بكتير جدا من المضاعفات، والمزايا في الحاله دي هتبقى اقرب للحدوث من المضاعفات، فساعتها هياخد الريسك ويعمله. وهي باكج على بعضها، انت زي ما بتاخد الكويس في احتمال مش كويس انه يحصل في بعض الاحيان، ولكن ربنا يقدر واحنا بناخد كل الاحتياطات
ان شاء الله عشان خاطر ما تحصلش باذن الله. الاستاذ الدكتور محمود علي استشاري الجراحه العامه وجراحه السمنه المفرطه بكليه الطب الاصرعين، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا دكتور خالد، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، دائما نؤكد على انه لا شيء في الحياه لا ندفع ضريبته. ضريبه زياده الوزن اصلا هي ضريبه كبيره، ضريبه بتجيب لك امراض ضغط وسكر وقلب وضعف جنسي ومشاكل قد تكون اصعب بكتير جدا جدا من ان انت لا تجري هذه الجراحه. ولكن هذه الجراحه هي جراحه كبيره من العمليات الكبرى اللي في بعض الاحيان قد يحدث نسبه مضاعفات، هي مش كبيره. تطور الطب، ازدياد عدد الحالات الجراحيه اللي بيجريها الاطباء يوميا بالمئات، جعلت منهم مهره وحرفيين جدا جدا في اجراء هذه الجراحه. بنطمن وفي نفس الوقت بنعرف المريض انه حافظ على وزنك انه ما يزيدش، وفي نفس الوقت لو زاد لازم تكون عارف انه قد يكون في هناك بعض المضاعفات ولكنها قد تكون قليله جدا. انتظرونا ان شاء الله غدا وحلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج العياده، ولحد ما اشوفكم ان شاء الله لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.